كما واستقبل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد عبد الجبار الكريم النائبين عبد القهار السامرائي وضياء الدوري عضوي مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، واستعرض الكريم الواقع الذي تعيشه المحافظة بكل مفاصله وضرورة دعم الحكومة الاتحادية وباقي الهيئات والوزارات من أجل الارتقاء بالعمل داخل محافظة صلاح الدين، وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس المحافظة.